اتفضلي. ايه الاخبار؟ انا ميرا. انت ليه مخضوضه كده؟ عشان رنيت اكتر من مره فقلت كده يبقى انا غلط اوكي. وشكلي وحش قوي ان انا اخبط على حد كده. لا خالص، انا بس كنت جوه، فبعدين جيت قعدت اقول مين فمحدش رد عليا، ف علشان كده. فطلعت ابص على الجايز يكون اوكي النمبر بتاع. لحظه بس، معلش. الو. طب انا بس معلش، انا في ميتنج، بس معلش ممكن اخلص وارجع اكلمك. اوكي، باي باي. بس الميتنج يعني كنتي تبقي لوحدك؟ لا مش مشكلة. لا عادي، هي اصلا ما كانتش هتخش. لا لا تمام، ما تقلقيش. بس عارفه في الحاجات بس فاهمه بتبقى كونفيدنشال شويه. ام سوري بجد. لا لا بس كده. طيب اوكي، احنا هنكلمك. اوكي، ام سو سوري. اوكي، قولي تقولي لي ايه اخر حاجه عملتيها وبتعمليها؟ بصور مسلسل اسمه السر. ده اخراج استاذ محمد حمدي اوكي، وتاليف وسوف حسين موسى. اكيد انت انت في يعني في الميديا، يعني عارفه مين الناس اللي انا بتكلم عنها. ايه لحد انتاج استاذ محمد فوزي. اوكي، طبعا اسمه معروف. 60 حلقة، ففي 30 حلقة في رمضان و30 حلقة بره رمضان. طب حلو. بعدين بس مش شايف اي حاجة تانية غير ممثلة؟ اقصد ما عندكش اي بيزنس تاني؟ لا، بحب التمثيل بشكل مرعب وشكل مريب. اوكي تمام. هو مستر جسام بصراحة يعني هو معجب بيكي جدا. يعني بصي، هو جسم، بس انا بحب اقوله جسم، مش عارفه يعني انا بدلعه بقوله كده. كلميني عن هو انتج حاجه قبل كده ولا اتس فيرست؟ هو انتج حاجات كتير بس حاجات كلها مش مصر. فانا عارفه اسماء شويه بصراحه عليا غريبه، بلس ان انا مش داخله يعني، انا بنظم له الميتنجز فاهمه، بس بقى وقت التصوير ومين المخرج وايه اسم المسلسل خلاص ده ما بيبقاش بتاعي. بالظبط. بس هو حب ان هو يعني يتعرف عليكي ووكلني انه انا يعني اقعد اتكلم معاكي، اشوف لو انتي يعني هيبقى عندك مشكلة او لا ان انتي تتعرفي عليه. مشكلة في ان انا اتعرف عليه؟ مشكلة يعني اصلا مفيش حاجة. بس وقال لي في كرو ان انا هتعرف على المخرج وهتعرف على لا معرفش مين كلمك بصراحة قالك كده قوي بالظبط، بس هو مستر جيسون نفسه هو كان قالي ان هو مش هيطلع لك يعني دلوقتي. عليكم السلام. هي سيدي جبتها لك لغاية عندك. هلو. هاي، نورتي مصر. هاي، عاوزي انت يا عاوزي مش حاجة. شو قلتي؟ مرحبتين، ازيك؟ اهلا بحضرتك. اخبارك؟ الحمد لله. احنا مبسوطين بحضورك. ميرسي، كلها ذوق. احنا بنحب مصر دي، و استاذه فهمتك على سلسله المسلسلات. لا والله دي ما قالتش حاجة. أنا كل اللي قلته لها إن أنت عايز تتعرف عليها يعني. استغربت شويتين تلاتة كده. آخر أجل ليكي كان كام؟ في إيه بالظبط حضرتك؟ آخر أجل في أي أعمالك كان كام؟ يعني ما كنت قولي تحبي تاخدي معانا كام؟ يعني في المسلسل 30 حلقة هيتسوقوا دول عربية. أوكي. هل تأليف مين؟ كله دول، كله عربي. وإخراج مين؟ كله مخرج خليجي. لا يعني حد يعني. ما انا اشتغلت مع حاتم علي وشوقي المجري و... اي لا سوري، ف يعني عارفه منهم ناس كتير. لا لا انا سمعتني انا بقى ده مش شايف. لا 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 فهد صوت نكلم. حاضر. ده كتوده. هي قمر، هي قمر، هي شكلها حلو في كل جزء. وجايبين خدع جديده في المسلسل لسه اول مره تنزل. بس تحبي تدخلي؟ لا والله عايز اسال حضرتك سؤال، يعني
اسفه جدا ان انا اساله وعادي انه يبقى الميتنج بتاع حضرتك يعني بيحصل فيه ده. هو للاسف انا مدلع الوقت. اطلع بره خد اللي صاحبتك اطلع بره. يعني نخش اتفضل. فاهم هو حضرتك مش قلتيني انت مش معايا حضرتك مستغربه زي ما انا قلت لك كده فعلا. هو في خلاف في حاجة؟ لا هي بتقول لي انه انت قلتي لي انه ان احنا لوحدنا فبقول لها انا فعلا قلت لك كده مش هكدب. انا بس ما حبيتش انه انا يعني اخدها. حبيت الاول ان انا اتكلم معاها. لا خالص مش فكرة كده يعني. انا في حياتي ما حضرت ميتين فيها شغل فيها الكلام ده يعني. احنا عاملين يعني احنا جايز اسلوبنا عائلي شوية. بصي هو عائلي بزيادة يعني مش عائلي فريندس فتورة. بس ما يناش ان انت فنانة جميلة هم داخلين يشوفوكي يعني ما اقدرش احرمهم من ال... وانت كمان اكيد عايز تشوفها. انت بقالك يا جسوم اربع ايام ألفت 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 كلمني ألفت ابغى بس اعرف انت تريدي كام يعني بتاخدي كام في المسلسل المصري عشان اعرف انا او احسبها على السفريات واحسبها على حاجات حلوه عادي يعني اللي هتقولي تاخدي يعني انت هتفكري في ايه؟ هو من الاخر عايز تعرف مين قال لك ان انا بفكر في فلوس؟ ويعني حكي الشهرة وانا شفتها بحب اصلا شهرة شهرتي اللي بفكر فيها. خلينا نجيب من الاخر. طيب مين دي؟ ما بعرف بصراحة مش بتفكيش حاجة. انت ما تشوفي فن ما تعرفي فن عادي وشك مألوف يعني فهي. بس مش هقولك ايه بقى. لا بكلام محدش طلب رأيك. لا بكلام. لا على فكرة هو بيحبك. لا بكلام وانا شايفاه بيسكتك. انت غيرانة عليه ولا ايه؟ فهد انا شايفاه بيسكتك مش عارفة انت تكتب اسكت والله العظيم. والله ممكن اسكت ممكن اسكت ممكن نسبه ولا اقول لك ايه طب باحترام الكلام ده تروتو تروتو باحترام كل عيش يعني ايه اختي زي ما انا اكلت عادي. ايه الهبل اللي انا قلته؟ كل عيش زي ما انا اكلت. ما كانت محترمه من دي ايه اللي بتقوله؟ كل عيش زي ما انا اكلت. ما احنا هنفضل بقى نمثل ونتكلم بالشوكه والسكينه وبتاع. هو الراجل عايز يتعرف عليكي وهيشغلك. محبه فين مشكلتك؟ وانتوا عايزين تشتموا ولا ايه؟ ليه ليش شتيمه؟ مقدرين بس وليه انت؟ وليه؟ احنا مقدرينك عشان امال انت شايفه نفسك ايه؟ يعني احنا مقدرينك عشان تشتمينا؟ مين ده اللي بشتمك؟ كانت بتقولي عايزين تشتموا واحنا مقدرينك. انا بكلمك في ايه؟ واحده لسه عامله كانت بتكلمني وكانت بتقول لي كل عيش ايه؟ مش هفضل بقى ساعتين بتكلم بالراحه على فكره. انت جايبه لي بقول لك كلي عيش عادي. كنت زيك في يوم من الايام وندمت. زي ايه يا هبله انت؟ كنت زيك في يوم من الايام وندمت. لا 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 ثواني بس ثواني كده ثواني. يا فنانه يا فنانه يا فنانه قبلي ولا ايه؟ انت مش عايزه تتشهري؟ هو يا حبيبتي انت ما تكلمنيش خالص. مش عايزه تتشهري. بقول لك ايه على فكره يعني بس يا اولايا انت انا اعرف علي صوتي برضه. ايه ده بس يا اولايا انت كمان اخراصي. مش ولايه يا ماما الزباله اللي حواليك دول. زينه معايا اختي ربنا عليكي ساعه. لا انت مرعبه على فكره مرعبه. طب خشي بس اقعدي نعتذر نكمل كلامنا. خشي بس اقعدي يا عم مش عايزه اشتغل معاكوا في حاجه. حصل تكسير من انا مش عايزه اشتغل معاكوا. ما قلناش مش عايزه اكمل بصراحه. انا طول عمري هو انا عايزه افهم حاجه الاخ اللي واقف ده. ثواني ولا انا قلت لهم ما تخدكش. انا عارف تتعمل توتو بس توتو. من الاخر توتو. من الاخر لينا. مصلحتنا كلنا ان انت ترضي الراجل ده عشان كلنا لينا نسبه. هو يا ولاد ثواني لا 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 لا, لا, لا ما بتجاوبش معايا الجو ده خالص. اوعي تكوني فاكراني يا فتوى كيش. ما صح ما صح ما صح. بص عشان ما تخلونيش اتجنن عليكم. ما صح هذا. ما توترش نفسك هتيجي. احنا موبايلك جيبي ايه؟ موبايلك. اوعي توتو. لا 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 يا مدموزيل. اوعى يا حبيبي اسمعيني بقى. احنا مش هبله. احنا بنقدرك بنكلمك بنحبك. انت دخلت طقم زباله تتكلم معايا. انا ما اعرف ايه زباله بس ما تقوليش زباله. لا لا ما تبرقليش. اوعى عشان ما اضربكش. اوعى عشان ما اضربكش. اوعى 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 يا زباله. اهدي اوعى يا ستي اهدي. تعالي تعالي انا مش هتقدر ما تلمسهاش. تعالي عايز تخرجي. تعالي. طب تعالي بس تعالي مش جايه. طب تعالي طب تعالي. طيب هخرجك هخرجك اوكي. تعالي بس خليكي قد الطبق اللي انت بتقولي. مش انت عامله مش خايفه انت بتخوفينا. طيب انت مالكيش دعوه بيا ما تكلميش. يا ماما انا مش ولايه. خليت حد فيهم زباله يتكلم معايا. انكم اسكت كلكم. خلاص طب ما تخافيش. خلاص زينه خلاص توتو بلاش كان دي زينه. يلا زينه هنا. ها
اما شمال صحيح. ممكن نهدى؟ نهدى. وهو مين من الشمال دلوقتي؟ نهدى؟ مين من الشمال؟ انت ليه بتمثلي؟ انت بتمثلي علينا احنا؟ يعني لا نهدى هبه. ليه مصممه تسمع شتيمه زباله؟ يا بنت اسكتي. احنا جايين نتكلم في الشغل. يا بنت اللي يعرفني عارفه ما بطقش انت فنانه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تكلميني كده عادي. بتقوليها ايه؟ لو سمحتي. راسي. لو سمحتي لو سمحتي من غير طرح. اشمعنى انت اللي بتتكلم بذوق؟ عشان انا مين دول؟ انا اللي محتاج عشان هو عايز يتعرف عليك. هبه. فبيتكلم بزوق. انا بقى بدل لك ملاك. لو سمحتي. نعم. نعم. طيب ممكن نقعد؟ وجي لي بقك هعوج لك بقي. هبه هبه ممكن نقعد؟ ممكن نقعد؟ ممكن نقعد؟ ممكن نقعد؟ اتفضلي. ما تخرجهاش يا فاطمه، خد منها الموبايل. ممكن تكلميني؟ ممكن تكلميني وهتطلعي؟ والله لو كلامي معاك كفايه. زينه. الموبايل ما تمسكوش يا بنتي. زينه اتفضلي اقعدي. مين؟ زينه. اجيبك من شعرك. زينه. ما تلمي نفسك. لا لا. انت عايزه شعرك يجي على راسك كده مصريه؟ مالكيش دعوه بامي. طب تعالي اقعدي يا حلوه. تعالي اقعدي. انت مصريه؟ اقعدي يا زينه. انا بشمال زيك. تعالي يا حلوه اقعدي. تعالي يا حلوه اقعدي. انت مصريه اصلا؟ تعالي حاجه مصريين. تعالي اقعدي. مش عارف. مش عارف. انا مصريه. مش عارف اتكلم. مش عارف اتكلم. لا واحنا مش شمال. مش عارف. انت يمين. توتو. يا عم ما انت اهبل. طب انت ماشيه. طب انا مصريه زي زي. انت ماشيه خلاص اوكي. اوكي ممكن ممكن شيل الباب ده. اوكي حاضر. انت عاوز ايه؟ انا مش عايز حاجه. انا بكلمك في الشغل. بكلمك في الشغل. انا مش عايز اشتغل. اوكي اهدي. ما تمشيش من عندنا زعلانه بس دي الحكايه كلها. انا مش قابل تمشي عندنا زعلانه. خلاص ممكن تخلي الباب يمشي. طيب والله هنمشي كلنا. اقعدي اتفضلي. الباب ده. حاضر ارتاحي وانت واطلعي اتفضلي براحتك. اقعد مش هقعد على اشكالك يا مستر باسل. انت اشكالك اشكالك واحنا مش عاجبينك ليه؟ مش فاهمين يا جماعه. لا 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 احترمي نفسك. احترمي نفسك. انت عايز تجيب الجهاز ده طلاق. خلاص خلاص خد موبايلك. خلاص 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 والله طب اهدي بس اهدي طب اهدي رجلي طب رجلي كلها يا حبيبتي ابتدائي معفن انت لو خدتيه طب اهدي انا بعتذر خلاص يا جماعه خلاص انا بعتذر مين دي اللي داخله خلاص يا مصطفى اصل انا عارفه انك لا 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 يا فهد وانت خالده تويها طب اهدي دي اللي اتقلب ليه كده خلاص خلاص ايه يا جماعه ده اجتماع شغل هو قال عايزك وانا قلت مش هشتغل خلاص عايزين حاجه خلاص خلاص خرجوني ناخد موبايل سيلفي سجله المؤدي ادي بس خلاص خلاص يا زينب اسكت يا بنتي انت بتزوقيني انا كمان هي مين دي معانا عادي هقول لك كلمتين هقول لك انت دخلني بربطت في ايه لا لا خلاص اطلع بره هقول لك كلمتين ممكن نهدى انا بص اقول لك انا هو انت مالك راخر عمال تطبطب عليها كده ليه خلاص يا بنتي مالك ليكي في ايه الله مش عايزه مش هتشتغلوا معايا تاني انت قلت لي هي خلاص ليلتين وهنمشي خلاص إيه؟ كده مش هشتغلوا معايا نعم. تاني ايه الاشكال دي نعم لا انت جاي تاكلي بقى الجو مننا ولا ايه جو ايه وبتاع ايه ايه الكلام ده انت دي جايبها من امك توتو مين دي خشي فرحانه بيها ليه الشوزه دي عشان خلاص انا تعبت والله عايز انجز الكلام بس يا زينه ما انت عشان كده تبعتي بس يا زينه انا تعبت عايز انجز الكلام معلش انجز ايه معلش انا انجزهولك حضرتك عاوزني في شغل خلاص بنتكلم في شغل ده احنا يعني على افتراض لا مش افتراض على افتراض انا مش هشتغل خلاص في حاجه طب خلاص خلي الباب ده يمشي ونسبتي فين ما خلاص نسبتك على مين يا بت قولي قولي خلاص وربنا انا مش عايز اديها بالجزمه فوق ده قولي خلاص بتلم نفسك قولي خلاص خلاص انا تعالي 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 ثانيه واحده هنا ثانيه واحده ايه انتوا ما عندكوش يا بنت حد نضيف كالكونيله ثانيه واحده هنا ايه ده ايه ده ايه ده بس خلاص ايوه لم نفسك ارجوكي ارجوكي لو سمحتي نسبتي على مين يا معفن انت عليك لو سمحتي لو سمحتي خلاص انا مش عايز اسلك بينكم تاني يا عم اوعى الكراخه بتمسك ايدي ليه مسكتي ما بمسكش ايدي سخنه عم عم انا مش هتكلم عشان مستر جاسم الف سلامه خلي الفت بقى هي اللي تعمل لك مساج لو سمحت لو سمحت دراعي وجهي يا جماعه كده دراعي الله يخليك الف سلامه عليك يعني خلاص كده حرام طب عودي حرام والله بس يا زفته عودي انت ايدك اتعورت تتكلم طب عودي بس يا
انت بنت ايه ده؟ تابعوني بس تابعوني بس تكلميش عادي قعدتها ايه؟ خلاص عادي خلاص خلاص استاجر العره دي خلاص احنا خلصنا كلام انت بتفكرش في الادنى احنا مين بس حبيت اقول لك حاجه احنا بصي من وانا كده يا ماما عشان من وانا كده يا ماما ما ينفعش حد زباله يكلمني اقول لك والله انت زباله بس انت زباله البت البت انت زباله مش هجيبك البت مش هجيبك بس 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 البت 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 دي ممثله معانا دي ممثله معانا ممثله معانا ده مقلب 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 بس اعملهم باي باي بس ولا اي حاجه خالص كلنا بنحبك على فكره يخرب بيوتكم ده كلها طلعت اوسط حاجه فيها في التاريخ بجد انا اسفه انا اسفه صلي على النبي كبيره الاوضه بس انا ما بشتبش خالص لا ما نطلعش بنتي ربنا يحفظك ربنا يخليكم تحب تزيها الحلقه ولا هنزيها الحلقه انت حلوه لا هتبقى حلوه طبعا طبعا هتبقى حلوه لو حلوه ماشي زعوها تمام زعلانه مننا انت